لساتني هون ستنا الوالدة. ما في شيء ابدا. شلون ما في؟ ما بترجع فاضي اشرف. اذا ما لقيت شيء شو بعمل؟ في انا ما بعرف بدك تلاقي شيء. ماشي ستنا الوالدة، ببقى لي شوي ثاني. تجي نتصل بأمك؟ الرجاء تركوا رسالة صوتية بعد سماع صوت السافرة لأن الرقم المطلوب مغلق. ياسمين وينك أنت بنتي؟ شو صار يا ليلى؟ مشغول بالي على ياسمين، عم بتصل فيها عم لاقي تليفونها مسكر وهي ما اتصلت اليوم. كانت كل يوم الصبح تتصل بتسأل عن ابنها. استني ليلى لا تلبكي فورا، ممكن تكون جاية لهون بالطيارة. اشتاقت لابنها. شو بيعرفني؟ اللي انا همار يا تيتي. شو حبيبي انك جاي لعندك؟ بدها تعمل لك مفاجاه. يا عمري حبيبي. حبيبي يا عمري تيتي انت. دخل عينك يا حلو. ستنا الوالدة بدي أقول لك شغلة مهمة كتير.